والآن مع الفقرة التالية، فقرة الأسئلة. السؤال الأول، ما هو الحيوان الذي يمثل المغربي؟ الحيوان الذي يمثل المغربي هو البدوش. لماذا؟ لأنه لا يستيقظ إلا بعد الرابعة صباحا. السؤال التالي، ما هو الطبق الذي يمثل المغاربة؟ الطبق الذي يمثل المغاربة هو طاجين اللفت المحفور. لماذا؟ لأن اللفت المحفور معروف بإخراج الريح من المخرج، والمغاربة معروفين بالحصبة. أيها الحصاق، السؤال الثالث، نعم إنه السؤال الثالث، ما هو النبات الذي يمثل المغاربة؟ النبات الذي يمثل المغاربة هو اللواية. لماذا؟ لأن المغربية تسلط عليك كاللواية. السؤال التالي، ما هو المرض؟ ما هو المرض الذي يمثل المغاربة؟ السكيزوفرينيا. لماذا؟ لأن المغرب هو الوحيد عندما يريد أن يخسر القصر مع الشيخات، وعندما يريد أن يتزوج يريدها عذراء. السؤال الثاني، ما هي الموسيقى التي تمثل المغاربة؟ الموسيقى التي تمثل المغاربة هي موسيقى بوب مارلي، أو ما يسمى بموسيقى الريدي. لماذا؟ أرفض التكلم في هذا الموضوع.